السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم من الموجز الرياضي. حقق فريق مركز الشاخورة فوزا سهلا على حساب منافسه مركز شباب الهملة بأربعة أهداف دون مقابل ضمن منافسات الجولة الثانية في المجموعة الأولى بالنسخة الرابعة لدوري خالد بن حمد للمراكز الشبابية والأول لذوي الإعاقة الذي يقام هذا العام تحت شعار ملتقى الأجيال. وفي لقاء ثاني ضمن المجموعة ذاتها فاز مركز شباب أبو قوة على مركز شباب القرية بخمسة أهداف دون مقابل. نشكر جميع القائمين على البطولة على رأسهم سمو الشيخ خالد بن حمد. هذه بلا شك بطولة فرصة للشباب يبرزون مواهبهم، خاصة أن لائحة البطولة ما تسمح حق اللاعبين اللي هم مسجلين في الاتحاد خلال السنتين اللي راحوا أن يشاركون في البطولة، فبالعكس دي فرصة أن اللاعبين الهواة أن يبرزوا مواهبهم. لاحظنا يعني في مواهب نقدر كأندية نستفيد منها في دورينا المحلي، يعني في خامات وايد زينة سواء على صعيد الحراسة أو حتى على صعيد اللاعبين داخل الملعب، يعني وايد في لاعبين نستفيد منهم. دورنا احنا كقناة رياضية أن نلغي الضوء على هذه الفعاليات ونبرزها بالصورة اللي تليق بالاسم وبالفعالية نفسها، وترسيخ كافة الإمكانيات لظهور هذه الفكرة خلينا نقول أو المبادرة سمو الشيخ خالد إلى الإعلام بالصورة الصحيحة.